صلى الاتفاق على إبليس في قوله تعالى فبما أغويتني لأغوينهم صراطك المستقيم إلى أن قال ولا تجد أكثرهم شاكرين ولم يقل عابدين أو موحدين. الشكر عبادة لله عز وجل. يعني أنا ألا تقول صليت ركعتين وأنت تصلي صلاة كاملة، فيطلق على ماذا؟ على الصلاة بأكملها بإطلاق جزء منها، وقال صليت ركعتين مع أنك صليت ماذا؟ تكبيرة إحرام وقيام وقراءة وركوع واعتدال وسجود وجلوس وسجود واطمئنان وجلوس التشهد وتشهد والصلاة الراحمية والسلام. وعدت الركعة هذه مرتين، عدتها الأفعال كلها مرتين صح؟ إلا التشهد مرة واحدة، وتقول صليت ركعتين. الذي يشكر الله عز وجل هو تعبد الله تبارك وتعالى. فمن عبادة الله على الشكر، ومن شكره أن تعبده وحده لا شريك له. مثل هذا لا أشكال فيه، لا أشكال فيه أن يطلق البعض على الكل.